له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والتي منها إدراك شهر رمضان وإكماله وإتمامه والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات فيه. فاشكروا الله تعالى على هذه النعمة واسألوه أن يتقبل منكم وأن يغفر لكم ما بدر منكم. واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد للمسلمين، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا عيدها، ليس لها سوى عيدين، هذا العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يأتيان عقب ركنين من أركان الإسلام وشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام هما الصيام والحج، فهما عيدا ذكر وشكر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، نفرح بالعيد وحق لنا أن نفرح، لأننا بفضل ربنا أدركنا شهر رمضان فصمناه وقمناه، وعلى تكبيرنا المساجد والطور والأسواق فرحا به واستجابة لقول ربنا جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، أخرجنا زكاة الفطر، نسأل الله قبولها والفوز بوافر الأجر. لبسنا الجديد لنشهد صلاة العيد ودعوة المسلمين. نفرح بالعيد لأنه يأتي فيفرح الصغير والكبير والغني والفقير، ويساوي بين أفراد المجتمع كلهم، فالصغير يجل الكبير، والكبير يتواضع ويعطف على الصغير، والموسرون يبسطون أيديهم لأصحاب الحاجة والفاقة. العيد يستفرح كل شيء، أقران أم صيام. في هذا العيد يعظم ويجل، بمعنى أن الصيام يحترم النقران، كذلك النقران يتواضع للصغير ويعطف عليه، كذلك الموسرون للرجال يبسطون أيديهم لأصحاب الحاجة، لا ينسون الفقراء من جيرانهم ومن أهل عشيرتهم ومن أهل متشرهم. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، قلنا أن العيد جاء ليفرح الجميع وتتحرك نفوسهم بالشفقة والرحمة والإخاء، وتسري في قلوبهم روح المحبة والتآخي، فتذهب عنهم الضغائن وتسودهم المحبة والمودة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم اتبين يعني المجتمع المؤمن مشغيله، هذا يجب أن يكون بصفة عامة عند المسلمين وبصفة خاصة عندنا نحن. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، ما معنى تداعى؟ بمعنى كأن أعضاء الجسد يدعو بعضهم ببعض ليتألم لما يتألم له ذلك العضو
أيها الإخوة الأفاضل الكرام، والحديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، في العيد تتصافى القلوب وتتصافح الأيدي ويتبادل الجميع التهاني، وإذا كان في القلوب رواسب خصام أو أحقاد فإنها في العيد تسل فتزول، وإن كان في الوجوه عبوس فإن العيد يدخل البهجة إلى الأرواح والبسمة إلى الوجوه والشفاه. فالعيد فرصة لكل مسلم ليتطهر من ضرن الأخطاء، فلا يبقى في قلبه إلا بياض الألفة ونور الإيمان، وعلى لسانه دوماً: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، إذا كان في رمضان صححنا الأخطاء مع ربنا، فيجب علينا في العيد أن نصحح الأخطاء مع بعضنا البعض، أن يتصالح البعض مع البعض الآخر. من كان له شحناء في قلبه يحملها على أخيه المسلم، وكذلك المسلمة إذا كانت تحمل شحناء على أختها المسلم يجب أن تنزع تلك الشحناء من القلوب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد، وأن يؤلف بين القلوب ويصلح بين الأفراد. آمين آمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله معيد الجمع والأعياد، ومبيد الأمم والأجناد، وجامع الناس إلى يوم الحشر والتناد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المفضل على جميع العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، أشكر الله تعالى أن من عليكم بإدراك شهر الصوم، فصمتم أيامه وقمتم لياليه، ومن شكر الله تعالى مواصلة أعمال الخير والاستمرار على الطاعة، ومن ذلك صيام 6 أيام من شهر شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. معنى أن يصوم رمضان ثم يستبعش 6 أيام شوال بحال يصوم سنة، بحال يصوم عام. أيها المسلمون، هنئوا أقاربكم وأحبابكم وأصدقاءكم بهذا العيد المبارك السعيد، واعلموا أن التهنئة بالعيد قد جرى عليها عمل السلف الصالح، وثبت عن جبير بن نفير رحمه الله أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. بمعنى الصحابة رضي الله عنهم ذي العيد هم يتملقان من قال أيو يا إقار: تقبل الله منا ومنكم. واعلموا أن في المصافحة بين المسلمين مغفرة، واعلموا أن في المصافحة بين المسلمين مغفرة لذنوبهم وطهارة لقلوبهم. فعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال للحديثة: من مشت لن مسلما للعيد من خان مصافح جالس يجلس جنخ ونظليه، الله تعالى يغفر راسنا قبل أن نسفراقن، الله تعالى يغفر راسنا الذنوب السن قبل أن نسفراقن. أيها الإخوة الأفاضل، فتصافحوا وسلموا على أنفسكم وهنئوا بعضكم البعض، ولا تدعوا الشيطان ينتصر عليكم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل رأيتم عدوا يريد للذي يكن له العداوة المصلحة؟ أبدا. من يزرم شن العدو يخسر الخير والمغنيه، بمعنى الشيطان العدو النار، الشيطان قرش وتسلم خفلان، الشيطان كذلك قرام وتسلم خفلانا، إلى غير ذلك. بمعنى يقول لك يعني يحثك أن تحمل الحقد في قلبك على الآخر، لكن الله تبارك وتعالى بين عداوته وصرح بها في القرآن فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن الله قد أمرنا أن نكون في هذه الدنيا أمة واحدة، نعتصم بكتابه ونتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحذر التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، كأن رمضان ترك لنا رسالة ماذا يقول فيها؟ أيها الإخوة الأفاضل الكرام، كأن رمضان يقول: ها أنا رحلت عنكم بعد شهر من الصيام والقيام والعبادة والطاعة والأعمال الصالحة والتعاون والتآزر وفعل الخيرات واجتناب المنكرات، ابقوا على هذا العهد الذي عقدته معكم شهرا كاملا حتى أرجع إليكم من السنة القادمة أو في السنة القادمة وأجدده معكم إن شاء الله. رمضان، إذا كنا في رمضان كان بين المسلم والمسلم تآزر، إذا كان في رمضان مجدت ولي رمضان إنسان يحافظ على الصلاة في المسجد، يحافظ كذلك على النوافل، يحافظ كذلك على الصدقات، بمعنى يتصدق في سبيل الله، فكأن رمضان يقول لنا: ابقوا على ذلك العهد وابقوا على ذلك العقد الذي عقدته معكم. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، يجب أن نبقى على عهد الصلاة وعلى عهد المحافظة على الصلاة والمحافظة على النوافل والمحافظة على الصدقات والصلة إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، ومن عبادك المرحومين على المحرومين. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، لا يسعنا إلا أن نخلص في الدعاء. الإنسان يخلص في الدعاء أن يتقبل الله منه ما مضى من العبادات. اللهم إنك قد شرعت العيد فرحة وسرورا، فتمم اللهم يا ربنا فرحتنا وسرورنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان في سبق علمك أن تجمعنا في مثله في الأيام القادمة فبارك لنا في أيامه ولياليه، وإن قضيت بزوال أعمارنا فأحسن الخلافة على باقينا، ووسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك ومغفرتك يا واسع المغفرة. اللهم فلك الحمد على الصيام، ولك الحمد على القيام، ولك الحمد على تلاوة القرآن. اللهم اجعل هذا العيد عيد عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة الأفاضل الكرام، عباد الله، ألا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر من قلدته أمور عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك محمد السادس. اللهم انصره نصرا مؤزرا، وأره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واحفظه اللهم في ولي عهده وسائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربهم. اللهم يا رب أطعم جياعهم واكس عراياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالظالمين المعتدين المغتصبين الغاصبين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم يا رب اقسم ظهورهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، قليلها وكثيرها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا، اللهم جدد عليهم الرحمات، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل ميزانهم بالحسنات وثبتهم على الصراط. اللهم يا رب في هذا اليوم العظيم، اللهم أدخل عليهم فرحا وسرورا في قبورهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب داوي أمراضهم. اللهم يا رب ارفع ألمهم وأذهب أسقامهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.